طيب تعالوا بقى نروح للنادي الاهلي فرع الجزيره مع زميلتنا العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي، نعرف من خلال لقائنا بيها اخر المستجدات واخر الاخبار. صباح الفل عليك يا مريم، اهلا بيكي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. سمعاكم طبعا بتتكلموا على درجات الحرارة، وإن يعني في الصعيد بيعتبروا إن درجة الحرارة هناك كويسة بالنسبة ل 42. بصراحة يا كريم أنا عايز أخد من كلامك وأقول إن النهاردة درجة الحرارة في النادي الأهلي يعني 28، وده يعني على الأقل خلينا نقول بالنسبة لي يعني درجة حرارة كويسة جدا، وبالنسبة لبقية الأعضاء كمان درجة حرارة كويسة، وده اللي تسبب في إقبال شديد يعني خلال طبعا الساعات المبكرة من صباح اليوم، إقبال طبعا للأعضاء. خلينا نقول كمان أن الهدوء بيخيم على مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، ده طبعا بعد تعادل النادي الأهلي أمس مع الاتحاد. يمكن كده كان لينا بعض الأحاديث يعني منذ ساعة مثلا اتكلمنا مع الأعضاء، هم ما عندهمش حالة من الحزن تماما، بالعكس هم متفائلين جدا أن برضو يعني النادي الأهلي استحالة أنه هو يخيب أملهم في الحصول على بطولة الدوري الـ 42، وبرضو هيبقى مقر استقرارها هنا بالنادي الأهلي بالجزيرة. خليني برضو أقول لكم على يعني الـ الأماكن المحيطة بالنادي أو الحالة المرورية، سواء محيط قصر النيل أو الدقي أو العجوزة أو كوبري 6 أكتوبر أو كمان محور 26 يوليو، أغلب الطرق يعني بيها سيولة مرورية مقنعة إلى حد ما، ولكن يعني الكثافات المرورية بتتواجد بس على محور 26 يوليو أو على كوبري 6 أكتوبر، بعض الكثافات البسيطة جدا، وده طبعا نظرا النهاردة الثلاثاء وسط الأسبوع فبيبقى يوم مضغوط شوية. برضو كنت سمعاكم بتتكلموا في اول حلقه عن يوم الثلاث، بس النهارده ان شاء الله يعدي اليوم على خير، وطبعا اعضاء النادي يقدروا ان هم يجوا في اي وقت لان في حاله كبيره من السيوله المروريه. بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، طبعا منح السويسري ريني فايلر المدير الفني لكرة القدم من النادي الأهلي راحة سلبية اليوم الثلاثاء على أن يستأنف طبعا التدريبات غدا الأربعاء لمواجهة المقصة يوم السبت المقبل. طبعا ده بعد يعني تعادل الفريق امبارح مع الاتحاد السكندري. كمان ضمن هذه الأخبار رامي ربيعة هيجري اليوم أشعة، طبعا ده مدافع الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي هيجري أشعة النهاردة للاطمئنان على حالته الصحية، ده طبعا بعد ما تعرض لشد في العضلة الخلفية. وطبعا امبارح ريني فايلر استبدله يعني فورا عقب شعور رامي ربيعة بهذا الشعور أو الشد العضلي، ده طبعا منعا لتفاقم الإصابة. النهاردة إن شاء الله نطمئن على رامي وتكون حالته مستقرة. في الجولة الختامية بدوري سيدات اليد للموسم 2019-2020 عندنا النهاردة هيلتقي نادي الشمس أمام النادي الأهلي، طبعا ده بعد تصدر نادي الشمس برصيد 37 نقطة بيليه الأهلي برصيد 35 نقطة. عايزين نقول برضو أن في حالة فوز النادي الأهلي إن شاء الله هيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة بين كلا الفريقين، طبعا أما في حالة فوز نادي الشمس أو التعادل سيتوج بطلا. طبعا شهدت الجولة قبل الأخيرة بدوري سيدات كرة اليد والتي أقيمت يوم السبت الماضي فوز الأهلي على سبورتينج بنتيجة 26-20، وتعادل سموحة يعني مع الجزيرة بنتيجة 27-27، وفوز الشمس على الزمالك بنتيجة 29-26. عايزين برضو في لقطة مميزة جدا مساء أمس عايزين نقول إن فريق رجال طائرة الأهلي دعم مؤمن زكريا بشكل بصراحة يعني شفناه مشرف جدا، الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي يعني حرصوا على تقديم رسالة دعم، رسالة دعم المؤمن زكريا لاعب فريق كرة القدم. طبعا ده على هامش تسلم درع بطولة الدوري أمس، ارتدى كل اللاعبين والجهاز الفني تيشيرت عليه صورة مؤمن زكريا، وكمان مع كل هدف أو كل جول كانوا طبعا بيعملوا الحركة الشهيرة المؤمن زكريا، ده كنوع من الدعم للوقوف جنبه في أزمته الشديدة أو أزمته الصحية.
في النهاية طبعا عندنا سيدات سلة الأهلي خسر أولى مبارياته في نهائي دوري السوبر. الفريق الأول لكرة السلة السيدات بالنادي الأهلي خسر أمام فريق سبورتنج بنتيجة 83-76 في المباراة الأولى التي أقيمت بين الفريقين أمس الاثنين ضمن منافسات الدور النهائي في بطولة دوري السوبر للمحترفين اللي طبعا بتقام بنظام best of three. تقام المباراة الثانية إن شاء الله غدا الأربعاء واللي إن شاء الله هنحقق فيها يعني الفوز على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر في تمام الساعة 8:30. يمكن كانت دي أبرز الأجواء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وطبعا أبرز أخبارنا كمان سواء على مستوى الفريق الأول لكرة القدم أو الألعاب الأخرى للنادي الأهلي. بشكركم جدا، عودة إلى الاستوديو مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك يا مريم، شكرا جزيلا وأكيد تحياتنا ليكي ولكل فرد ومن الجهاز الفني والإداري واللاعبين لفريق الطايرة رجال لدعمهم المستحق للاعب الجميل مؤمن زكريا.